أحسن الله إليكم، ما حكم تمويل الأسهم بمعنى شراء الأسهم بعد أن تصبح في ملك صاحبها وبعد ذلك يبيعها عن طريق البنك؟ كيف؟ قل تمويل الأسهم تمويل 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 بمعنى شراء الأسهم بعد أن تصبح في ملك صاحبها وبعد ذلك يبيعها عن طريق البنك. إذا كانت أسهما ثابتة في عرض أو في عقار أو في بساتين ثابتة فيجوز بيعها وشراؤها. نعم.